أختي ماتت قبل 8 سنين والقاتل محبوس كان مع سبق الإصرار والترصد. بدل ما ينحكم 25 سنة أو إعدام حكموا 15 سنة، وبعد ما مرت من المدة 7.5 تم إخلاء سبيله، استكفوا بالحكم على أساس أنه في سك صلح، وإحنا فيش عنا سك صلح ولا في إشي. رحنا على المحكمة اتمسكنا بحقنا الشخصي، أخذت أمي وخواتي وإخوتي على أساس أنه فيش سك صلح، أنه إحنا أصحاب يعني بنتنا اللي ماتت ما عملنا سك صلح. محمد حماد يطالب الجهات الرسمية القانونية والقضائية بحكم منصف بحق جريمة قتل ارتكبت بحق شقيقته فدوى والتي قتلت على يد زوجها منذ أعوام، وهنالك قضايا لا زالت عالقة في المحاكم منذ سنوات نتيجة الإجراءات المعقدة. أولادي طفلين بغزة، أنا من الضفة الغربية بسكن قلقيلية، وللأسف 9 سنوات بعد حكم القضاء من مجلس القضاء الأعلى بالحضانة ما تمكنتش أني أحصل حتى على صورة لأولادي، رغم أني سافرت لعدة دول عربية ودخلت يعني كل صناع القرار والأطر النسوية المراكز الحقوقية بالضفة وغزة. توجهت لغزة لقيادة حركة حماس هنا للتشريعي للوزراء، لكن للأسف ما حققت شيء ولحد هلأ مكاني. ولتسليط الضوء على القوانين والمعيقات التي تواجه قضايا النساء، عقد منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل بعنوان وصول النساء للعدالة معيقات وآفاق. الهدف من ورشة العمل هو الإطلالة على المعيقات التي تقف حائلا دون وصول النساء للعدالة، تقف عائقا في الحد من توفير الحماية والأمن لهؤلاء النساء. هي في جملة من الصعوبات والتحديات، من أهمها أنه أول شيء غياب القوانين العادلة والمنصفة اللي تعطي حق للنساء، واثنين في قصور في القوانين المعمول فيها أو النافذة إن صح التعبير، وثلاثة والأهم أنه هاي القوانين هي قوانين تمييزية، والأهم أنه الإجراءات الطويلة والمماطلة في إجراءات المحاكم وعدم سرعة السرعة في الإجراءات والبت في القضايا هي عائق كبير أمام إنها النساء تروح للمحاكم أو تتوجه لتقديم أو تحريك شكوى، وإن حركت شكوى إنها هي تتواصل مع هاي الشكوى لحين ما تحقق العدالة أو تأخذ العدالة مجراها. يرى المراقبون بأن هنالك خطوات قضائية وتشريعية يجب العمل بها لإنصاف المرأة ومساعدتها للوصول إلى العدالة المجتمعية. نقدر نقول الجانب الأول والأساسي هي وجود تشريعات مستجيبة لعدالة النساء، وبنحكي هون عن خطة تشريعية واضحة وجماعية لوصول النساء للعدالة، مش تشريعات مبعثرة وما في إلها سياسة تشريعية واضحة. من المفترض أنه يكون في هالقد بنى تحتية مستجيبة، من المفترض أنه يكون هالقد مدونات سلوك مستجيبة، من المفترض يكون هالقد قضاء متخصص مستجيب، نيابة متخصصة مستجيبة. نهاية بنقول هذا الحكي من المستحيل أنه يكون بدون وجود تكامل بالأدوار وانسجام ما بين القطاع الرسمي والأهلي والحكومي لأنهم يقوموا بهذا الدور، لأن هاي مسؤولية جماعية مش مسؤولية فردية أو فئوية. يذكر أن 34% من النساء تعرضن لعنف جسدي في قطاع غزة، و 17% من النساء تعرضن لعنف جسدي من الضفة الغربية، و 65% من النساء تعرضن لعنف على أيدي أزواجهن وفضلن التزام الصمت خلال عام 2013. كثير من النساء تعرضن لعنف جسدي أو نفسي، وكثير من النساء قتلن بدم بارد، وتبقى قضاياهن عالقة بين القوانين وإجراءاتها المعقدة. من مدينة رام الله فرح زحالقة، تلفزيون وطن.